السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو بتمام الصحه والعافيه ان شاء الله. اليوم ان شاء الله البنات غادي نشارك معكم طريقه الفصله ديال البيجامه ديال المبره بالطريقه ديالي، يعني طريقه الفصله على الطول. انما العبارات اللي غادي نعطيكم عبارات كبارين، حقاش بزاف المرات كيوصلوني اسئله واش المره الغليظه والطويله كنديروا ليها نفس الطريقه. البنات انا هذه هي الطريقه المعتمده عندي، كاينين طرق اخرين ولكن هذه البنات باش كنحتارموا الماء ديال الثوب، وفي نفس الوقت يعني ما يمكنش غنخدموا الماء ديال الثوب غادي هكا، دونك خاصو يتخدم هكا هابط. كنتمنى ان هادشي يكون مفهوم، وفي نفس الوقت ان يكون الثوب كيتيري على العرض ديالو، ما يمكنش يكون كيتيري على الـ على الـ على التحت ديالو. المهم كاينين بزاف الطرق البنات، نتوما كتستعملوا ولا كتخدموا الطريقه اللي كتناسبكم نتوما. ومازال راني قلت لكم غنقدر نخدم معكم طريقه اخرى، حيت صراحه ما كنخدمهاش بزاف، حقاش هاد الطريقه هي كتجيني في البياسات ديالي ولا اللي كنخدم الكليانات كتجي زوينه وكتجي انيقه وفي نفس الوقت كتجي مريحه حتى في اللبسه. ولكن انا غادي نخدم معكم الطريقه الاخرى ديال على الثوب اللي كتخدم على العرض ديالها، ولكن حتى هي فيها مشاكل في الخياطه، ان الثوب كيبقى يتبرم من الجناب وفي نفس الوقت كتبقى تيري لتحت، يعني كاين اللي ما كتعجبهاش ديك الطريقه. دابا المهم انايا الهدف من هذا الفيديو البنات انني نشارك معكم المقاس الكبيره البنات، يعني تل 3 اكس ال. انا نشارك معكم اليوم العبار 3 اكس ال في هذا الثوب هذا البنات بالطريقه ديالي، حيت كما قلت لكم كيوصلوني اسئله. المراه الغليظه عندها في الربع 34، عندها في الربع 32، عند البنات نفس الطريقه كنخدم بها جميع المقاسات اللي كيكونوا عندي. يعني علاش ما غنخدموهاش للمراه الغليظه؟ يعني شنو يعني المراه الغليظه عندها في الخطوه مثلا كدير 3 متر في الخطوه؟ ما يمكنش، راه المراه الغليظه راه هي خطوتها بحالنا بحالها، يعني راه عادي، راه كيكون عندها غير العرض في التركيز اللي كيكون عندها العرض. وحنا تبارك الله الثوب كيبقى عندنا فيه 40 سنتيم، يعني ما يمكنش المراه تغلط حتى هي ما توصلش 40 سنتيم، دونك غتبعوا نفس الطريقه البنات. المهم انا نطوي معكم الثوب على الطريقه المعتاده ونرجع لكم. مهم بنات كما كتلاحظوا طويت الطويه ديال الثوب العاديه اللي كنشارك معكم دائما على الطول ديالو، ديما نردوا البال الماء ديال الثوب كما كنقول لكم دائما. ها نتوما ها الحاشيه ديال الثوب كما كتلاحظوا، هنا الثوب راه متني على زوج، ها نتوما بهذا الشكل هذا كنقادوا الثوب ديالنا مزيان. صافي غادي نبداو ناخذوا المقاسات. بالنسبه للمقاسات البنات عندي في الكتاف البنات 44 سنتيم، يعني راه 3 اكس ال 44 سنتيم بهذا الشكل هذا. اذا غادي ناخذ 22 في الكتاف بهذا الشكل هذا. حنا راه عندي هنا ما مبقاتش باش غنقادو هاد باش نقطع، مقاد الثوب ديالي بهذا الشكل هذا البنات. كما قلت لكم عندنا 44 يعني 22 في الكتاف، ها نتوما ناخذها بهذا الشكل هذا 22 سنتيم في الكتاف. ها هي البنات كناخذ 8 سنتيم في العنق، وكنهبط هنا ب 3 سنتيم بهذا الشكل هذا البنات، وكنهبط هنا ب 3 سنتيم في الكتاف هكذا. يعني كاينين شي حوايج اللي ما كيتبدلوش، يعني واخا كتبدل الطاي اولا كتكبر الطاي، انما هاد الهبطه هنا ديال الكتاف والدوره ديال العنق فما كتبدلش بهذا الشكل هذا البنات. كنجيو للتركيز البنات، انا عندي في الربع عندي 34 سنتيم، دونك في التركيز شحال غادي نهبط؟ غادي نهبط ب 22 سنتيم بهذا الشكل هذا، وغادي ناخذ 34 سنتيم في الربع. هاي 34 سنتيم كما كتلاحظوا غناخذ البيستول. ها نتوما البنات كنتراسي بهذا الشكل هذا، اللي ما كتعرفش تراسي بيديها تراسي بالبيستولي. انا كنبغي نوع لكم بحال ما هكا باش كل وحده دير الطريقه اللي كتناسبها. هادي ما كنتراسي معكم بيدي، ها نتوما البنات شو التركيز قداش راه كبير، يعني راه ديال المراه اللي عامره. كنجيو هنا البنات كنجيو هنايا، انا عندي هنايا السيده طويله طويله البنات وعامره، يعني راه ما يمكنش غادي تلقاو شي عبار كبر من هذا، قليل الا قليل بزاف. ها نتوما البنات غادي نهبط هنايا ب 12 سنتيم
او 14 سنتيم على حسب الطول. انا هبط ب 12 سنتيم وغادي ندخل هنايا. هنا درت 34، غادي ندير الايفازي ديالي، غادي ندير 32 سنتيم. ها هو 32 سنتيم بهذا الشكل، هذا كما كتلاحظوا 32 سنتيم بهذه الطريقه هذه. دابا غادي نعبر الطول. بالنسبه للطول البنات غندير متر و60، حقاش السيده بصح طويله، دونك غادي ندير متر و60 سنتيم. هانتوما كنهبط بهذا الشكل هذا، تنهز باش نوريكم، يعني كلشي قدام عينيكم البنات. هاهي متر و50 كما كتلاحظوا، ها متر و50، ها متر و60، ها نزلت 10 سنتيم، ها متر و60 البنات، ها متر و50 فاتتني وزدت 10 سنتيم كما كتلاحظوا. يعني هذه هي الطريقه اللي كنخدم بها دائما، سواء كانت المراه غليظه سواء كانت المراه طويله سواء كانت المراه قصيره، ما كنلقاش فيها مشكل. وكم كنت البنات يعني كنلقى مشكل، كون راني كنبدلها، انا ما كنبدلهاش الا الا كانت بصح المراه يعني فايته، يعني كاينين ماشي بزاف البنات، قليله كتجيك 1% اللي كتكون غليظه بزاف ولا هذا، ديك الساعه راك اضطري تخدمي بطرق اخرين. هانتوما البنات من هاد النقطه هادي باش يكون واضح، ها هي من هاد النقطه هادي غادي ناخذ المسطره، غنحاول نخرج هنا، ما نخرجش لتحت، ما نمشيش للزيرو ديال الثوب هنا نهبط لتحت حتى للجلين، لا نحاول نخرج في اقرب نقطه باش كتعطيني الوسعيه اللي انا كنقلب عليها. راه في اللبسه البنات راه هاد الثوب راه كيجي هابط، راه كيجي زوين، راه في اللبسه راه كتبان ايفازي، كتبان كلشي، هانتوما كتبان زوينه في اللبسه. هانتوما شفتوا، يعني خرجت غير هنايا في الجناب. دابا البنات غادي نقطع، هانتوما الطريقة هذه. هنا تركيز، هانتوما البنات ارتبوا معايا مع دورة الثوب، غندور الثوب باش يجيني على يدي. هانتوما راها ما صعيباش البنات المبره، راه ساهله، خصكم غير تعرفوا كيفاش تتعاملوا معاها، وبلا ما تبقاو تعقدوا عليكم الامور، ديروا شي تنيات وديروا شي طيات اللي ما عندها حتى شي معنى، يعني سيروا غير بالطريقه اللي غتجيكم ساهله، وان شاء الله ديك الساعه راه غتنجح معكم القياس. هانتوما البنات كنجي هنايا البنات، كنجي هنا كنكمل الفتحه ديال التحت، هذا الشيء كله كيمشي في الخياطه، هاد الحاشيه هذه غنحيدها في السورجي اولا في الخياطه، وهنايا غادي نفتح عادي البياسة بهذه الطريقة هذه. راه البنات 40 كتجي لتحت، راه كتجينا 40، كتجينا 40 يعني هي المقاس العادي ديال الخطوة اللي كناخدو دائما عادية، 40 سنتيم مع التوب كيجي أصلا كيجي لاصق شوية وكيدي يعطي داك لف ديال الإيفازي، هنايا كتجي كدير بحال ما هاكا، راه كتجي إيفازي البنات وكلشي. دابا شنو غادي ندير، غادي ناخد الضوفه ديال الامام، يعني هذا المقاس اللي درت معكم راه كبير، وان شاء الله منين نخدمها، حيت نخدم البنات غير بالسفيفه عاديه، ديجا خدمت معكم يعني سفيفه عاديه في المبره، الا بغيتوا الطريقه ديال الخياطه ديالها غير قولوها لي نخدم معكم، الا كنت خدمت هذه نخدم معكم واحده اخرى، غير خدمها بالسفيفه عاديه البنات، راه ديجا حطيتها في القناه، ان شاء الله منين ساليها نشاركها معاكم. هانتوما كنجي هنايا للتقويره ديال العنق، كناخذ 10 سنتيم ولا 9 سنتيم، المهم داكشي اللي كيناسب الكليانه ديالكم، هكذا هكذا البنات
يعني هذه التقويره ديال العنق. كنجي هنايا البنات كنهبط واحد نص سنتيم تقريبا في الامام. حتى هنا البنات واحد شويه ماشي بزاف، يعني هنا ما هبطش بزاف، حتى هنا كندخل غير شويه هنا من جهه الابط هنايا لتحت. صافي البنات بهذه الطريقه. دابا غادي ندوز لكم ييمات، ها انتم البنات اللي غنخرج لكم ايام، ها انتم كما كتلاحظوا الكمام، يعني غير جريت التوب غادي نخليه كما هاكم طوي كما هاكم. وغادي ناخذ العبار ديالي ديال الكم، يعني اي مره فاتت 60 في الكم اذا راها طويله. انا هنايا غندير 64 سنتيم، 64 سنتيم ها هي خديت 64 سنتيم ديالي، ها هي 64. غادي ناخذ هنايا شحال خديت في التركيز 22، اذا غناخذ هنا 26 سنتيم باش تعرفوا ان راه البياسه كبيره 26 سنتيم. غادي ندخل هنا ب 12 سنتيم، ب 12 سنتيم بهذا الشكل هذا. نتاكد البنات من الماء ديال التوب، فوالا صافي من الماء ديال التوب ضروري البنات. هنا 30 سنتيم، ها انتم شحال عطاتني في التركيز 30 سنتيم، كنمشي للمنتصف ديال 30، ها هي 15 والمنتصف ديال هذه المسافه والمنتصف ديال المسافه اللي الفوق بهذا الشكل هذا. كندخل نخرج هنا عفوا بسنتيم وكندخل هنا بسنتيم. الطريقه ديال التركيز راه ساهله وديما كنخدمها معاكم. ها نتوما درت الغون الاولى والغون الثانيه بهذا الشكل هذا. كنجي هنايا الفتحه ديال الكم، كنجي هنا الفتحه ديال الكم، غادي ندير 16 سنتيم بهذا الشكل هذا، وغادي نلاقي النقط بهذه الطريقه هذه. صافي وغادي نقطع البنات الكم ديالي بهذا الشكل هذا. ها انتم البنات لكم تبارك الله قداش يعني راه كبير كبير. ها انتم يعني هذه هي الطريقه ديال الصاله البنات المعتمده عندي في جميع المقاسات من اس حتى 3X او 4X. يعني ما كنلقاش يعني اكبر صدر، اكبر ربع او لا اكبر صدر خدمته تقريبا كان 35، يعني ورا كنخدم به هذه الطريقه هذه، يعني الربع 35 كنخدم بنفس الطريقه. المهم بنات كنتمنى لا فيديو ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا من لا فيديو. اللي عنده هذا المشكل صراحه بزاف المرات كنتلقى بحال ما هكا تعاليق، واش نفس نفس الخدمه كتخدميها في كتخدميها المراه عامره. دونك ها نتوما شتو بعينيكم يعني المقاس كبير تبارك الله وخدمت به ان شاء الله، وغادي تشوفوا ان شاء الله مني غادي نساليها غنشارككم الشكل النهائي ديالها. المهم كنتمنى لا فيديو ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا منها. ما تبخلوش عليا باللايك ديالكم بالتشجيعات ديالكم، وشكرا لكم مشاهدتكم للقناه، وبسلام عليكم. نتلاقاو ان شاء الله فيديو اخر باذن الله. دمتم في رعايه الله.